وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة فذكر. أوقات كتير بنبقى عايزين نعمل صدقة بس مش شايفين قدامنا حد يستحق، أو خايفين مثلا إن احنا ندي ويكون في حد أحق منه بالصدقة، ده غير إننا دايما بنتحرك في دايرتنا القريبة رغم إن في محتاجين كتير في أماكن بعيدة مش سهل أي حد يوصل لهم. وهنا بيجي دور المؤسسات الخيرية اللي بتشتغل بشكل مؤسسي عن طريق فرق بتنزل تعمل بحث ودراسة عن الحالات دي وتحدد المستحقين بجد ويوصلونا المستحقين دول فيوصلونا بيهم، وده اللي بتقوم بيه مؤسسة فذكر وبنشارك فيه كلنا كل يوم في فقرة الخير اليومية. وربنا يقدرنا ويتقبل منا جميعا. وبرحب مرة تانية بك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك يا رب. يا رب الستر والصحة لينا جميعا يا رب يا رب. فاحنا بقى نبدا فقرتنا كده يا شيخ احمد ونقول انه يعني الحمد لله حاجه جميله ونعمه من عند ربنا ان احنا من غير ما نعمل احنا المجهود او نروح ندور على المحتاجين في الاماكن البعيده واحنا قاعدين بتجيلنا لحد عندنا. الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسبنا اللهم ما أعطيتنا اللهم أمين. يعني خلينا نقول أن البحث عن الفقراء لذة لا توصف. يعني قضية أن الناس يعني الحمد لله أن في بيبقى مؤسسات خيرية وفي بعض الجمعيات اللي هي تبدأ هي تبحث عن الفقراء والمساكين وبعدين إحنا تدلنا على الخير، ده كويس، بس أنا أخشى يا أستاذة دعاء إن ده يؤدي إلى بطالة الإنسان المسلم. الإنسان المسلم هو دائما عنده حاجة اسمها الإقدام، اللي هو قضية البحث عن الفقراء والمساكين، اللي هو يحاول أن يرحم إخوانه. فلما يجي الرحمة دي هتيجي بالبحث والسؤال عن الآخرين. فأنا أخشى، بس ما أخشى أن تؤدي إلى البطالة، وإن شاء الله لما يجيبوا لنا فإحنا واخد بقى فنفقد اهم شيء بيميزنا احنا اصلا، اللي هو قضيه ازاي تبحث عن الفقراء، تعس بالليل وتشوف الفقراء فين وتسال عنهم. وبعدين احنا عندنا ناس لا يسالون الناس الحافه، فدول هنلاقيهم ازاي؟ احيانا لا جمعيه بتوصل لهم ولا مؤسسه بتوصل لهم، وممكن يبقوا جنبي في الشارع وانا ما اعرفش. فمساله السؤال عن الجيران وعن الاصدقاء وعن الاهل وعن الحبايب وبتاع، فدي قضيه مهمه جدا جدا. الحمد لله ان المؤسسات بتوصلنا للفقراء والمساكين، يبقى ده شيء برضو طيب، دي نعمه من نعم رب العالمين علينا. بس خلي بالك دي حجه، ففي النهايه هتقول لربنا ايه؟ يعني فماذا تقول لربك؟ لا سالت ولا يعني تصدقت، فماذا تقول لربك؟ لكن حضرتك قلت احنا محتاجين نوسع الدايره، كويس نوسع الدايره، اللي بعض الناس تنظر الى الدائره الضيقه. لا، هو الدائره الضيقه دي ايضا من الشرع الشريف، اللي أنا في النهاية ابدأ بمن تعول. يعني ما ينفعش أقول والله أتصدق على الفقراء والمساكين وأنا سايب أهلي جعانين وما بياكلوش وما بيشربوش وبتاع وما إلى ذلك، وبعدين هم دول اللي هو يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف. ليه فلان هتودي له ليه يا أخي؟ والله مش عارف، ما هو قريبه فلان، فيظن إن قريبه ده هو اللي وقريبه ما بيديلوش، ما هو قريبه خرج بره الدايرة بتاعة الأهل وراح بره، فده مفكر إن هو ده بياخد. وبالتالي احنا عاوزين دايرة ضيقة ونوسع الدايرة، يعني نبدأ من أول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ابدأ بنفسك وبمن تعول، دينار أنفقته على نفسك ثم قال على أهلك، وهكذا. ونبدأ نوسع، مش أقول والله خلينا بس في الأهل بس وخلاص وسيب الفقراء يقول لك يتحرقوا، مفيش الكلام ده، ولكن أشوف لو عندي فقراء في العائلة فأنا أشوف أضمهم إلي أنا، وأحاول أن أنفق عليه. وبعدين أشوف بقى، لكن في حاجات بتبقى اللي هو اللي احنا بنسميه واجب الوقت. حالة من الحالات يا أخوانا إن احنا مثلا إنسان مريض، واحد يحتاج إلى زراعة مثلا طرف أو ما إلى ذلك، ربنا يشفي الجميع، واحد يحتاج إلى عمل لأنه مش قادر والقرية عندهم كلها يعني على قد الحال يعني، فلو هم لموا له مش هيجيبوا له مشروع، فهنا بيبقى يدخل بقى دور المؤسسة المؤسسات الخيرية، اللي هو يا جماعة عندنا حالة محتاجين كلنا نتكاتف عشان نبدأ نسعده في الدنيا، ونسأل الله أن يسعدنا ويسعده في الآخرة.
ده اللي احنا محتاجينه وده اللي احنا بنبحث عنه. طيب نشوف بقى كده اول تقرير خير في حلقتنا النهارده ومؤسسه تذاكر ونرجع لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة فذكر جاءت إلى قرية بني حلة بمحافظة بني سويف مركز سمسطة بسبب مناشدة أو طلب من فاعل خير من أهل القرية دلنا على حالة من الحالات اللي احنا هنسجل معاها وهنصور معاها حالا، فتلبية لطلبه ورغبته جاءت مؤسسة فذكر قطعت المسافات الطويلة ديت عشان نسجل مع اسمك. ايه بالخير. ايه ابو الخير، عندك كم سنة؟ عندي 19. عندك 19 سنة. بتدرسي؟ ايوه كنت في المدرسة في سنة تالت. كنت في المدرسة وسبتيها؟ ايوه عشان انا مش قادر اني اكمل، انا كنت عايزة اكمل تعليم وكده. ابويا احنا 7 بنات ومش قادر يعني اكمل. يعني انتوا عددكم 7 بنات كلكم بنات؟ بسم الله ما شاء الله. ووالدك عنده كم سنة؟ ابي عنده 42 سنة. بيشتغل ايه؟ استرزاقي كذاتي على الله. على الله. ووالدتك؟ برضو بتشتغل زي بيشتغلوا في ايه؟ في الفلاحة، يروحوا يشتغلوا يجمع طماطم يجمع فلفل كده. انتوا معظم القرية يعني ده شغلها؟ ايوه في الخضار والفاكهة. ايوه كله بيشتغل. ايوه. وانتوا والـ7 بنات في بيتعلموا ولا؟ في بيتعلم وفي لا، مش كلهم يعني، مش كلهم بيتعلم. انت اكبر واحدة؟ ايوة انا اكبر واحدة. اتخطبتي ولا لسه؟ ايوة اتخطبت. مخطوبة؟ بقالك قد ايه؟ بقالي 6 شهور. بقالك 6 شهور. وجهزتي ولا لسه؟ لسه، ما ابويا مش قادر ان هو يجيب حاجات، اصل هو لسه مجوز واحدة بقالها هيجا سنة. يعني انت مش اكبر واحدة؟ الصغير هي اللي اتجوزت الاول. ايوه يعني هي اصغر منك بس اتجوزت قبل منك. قوليلي ايه اللي في ايدك ده؟ هي كده خلقت ربنا. يعني انت مولوده كده؟ ايوه مولوده كده. دي عامله فيها عمليات. دي عملتي رهاني؟ اهي عملتي فيها عمليات. عمليات ليه؟ عشان دول كانوا لازقين في بعض كده، عملت عمليه تجميل فيها. يعني اصلا انت مولوده بدي ايدك اليمين كانت الصوابع ملزوقه. ايوه. عملتي فيها 4 عمليات. ايوه. صباع عمليه عشان يفكوا عن التاني. ايوه تمام. والتانيه ديت ما قالوا لي ملهاش اي حاجه، هي كده يعني دي كده يعني مولوده بيها. ايوه طيب مولوده بيها. انت بايديك دي بتشتغلي؟ بشتغل. وانا بصراحه مش بشتغل، بس بقضي في مصالح مثلا في البيت. يعني بتعرفي تطبخي؟ ايوه بعرف. يا سلام. يعني بتقطعي تخرطي بصل وبتاع وكلام زي كده؟ لا. امال بتطبخي ايه بقى وليه؟ بطبخ اي حاجه سهل. يعني مثلا ممكن هم يجهزوا لك لو في واحد. ايوه وانا امسك بايدي دي. انت مثلا تخرط لك ال. ايوه وهي بتجهز لي وانا اعمل. لو انت بتطبخي مثلا شويه كوسه ولا. ايوه اختي اللي يجهز لك الحاجه وانا اقلب بايدي دي. وانت تقدري من خلال ايدك دي، يعني مثلا ايدك دي بتقدري تاكلي وتشربي بيها؟ ايوه بايدي دي بس. يعني الصباعين دول شغالين؟ ايوه. بتقدري تمسكي معلقه بتاع مش عارف ايه كده يعني؟ ايوه باكل بيها وبعمل بيها. طيب طلباتك ايه يا ايه؟ طلباتي ان هم يجهزوني عشان ابويا مش قادر ان هو يجهزنا، عشان احنا مثلا 7 بنات ومش قادر ان هو يصرف علينا ولا يجيب لنا حاجات ولا يعمل اولا. ربنا يا رب يعيننا ويعينكم ان شاء الله باذن الله تعالى. لكن انت قلتي كلكم بنات. كلكم بنات. ايوه كلنا بنات. في واحده بس اللي متجوزه. تمام. والسته لسه ما اتجوزوش. تمام. انت اللي مخطوبه ولسه ما حدش مخطوب تاني؟ الثانيه عندها 15 سنه لسه مش مخطوب. دي سنها لسه مش موافق سنها. والثانيه عندها 13. اصغر حد عنده كم سنه؟ سنتين. طيب زي ما سمعنا مناشده ايه، وزي ما شفنا ظروفها الصحيه من خلال ايدها ديت. تمام. طبعا بسبب ظروف ايديها ديت هي طبعا غير قادره على العمل، اخواتها كلهم بيشتغلوا، هي طبعا بتحاول على قد ما تقدر، يعني اللي بتقدر عليه في شغل البيت بتعمله. المفروض ان انت قدامك مهله قد ايه عشان تتمموا الفرح؟
وما كانوا بيقولوا سنة، أنا مخطوبة بقالي 6 شهور وكان بيقولوا ست يعني سنة يعني. يعني أنت عايزة تقولي لي إن كده بقي لك 4 شهور على المهلة؟ 4 أو 6. يعني يا إما 4 شهور أو 6 شهور على المهلة اللي والد آية متفق مع العريس عليها، فعايزين إن شاء الله بإذن الله تعالى في خلال 4 شهور الباقيين أو 6 شهور الباقيين إن إحنا إن شاء الله نكمل اللي ناقص. ناقصك قد إيه أو إيه اللي ناقص في جهازك؟ أنا جبت عليات الحاجات اللي هي الرفيعة الصغيرة دي، الحاجات الكبيرة كلها أنا ما جبتهاش. يعني اللي موجود في جهاز آية الحاجات الرفايع يعني البلاستيكات والحاجات، ايوه هم ده اللي المعالق الحاجات البسيطه دي، هم ده اللي جبتهم، والحاجات الكبيره كلها ما جبتهاش. طيب يبقى اللي جابته آية في جهازها او اللي قدروا يجهزوا اهلها يجهزوا يوفروا الحاجات الرفايع الايه البسيطه، فنناشد اهل الخير ان شاء الله انهم هم يساهموا في تجهيز آية ويدخلوا عليها البهجة والسرور والفرح إن شاء الله. ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتكم إن شاء الله ويكرمكم ويبارك لكم إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. شارك معنا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-98-88 أو 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. تعليقك يا شيخ محمد. لما نيجي ننظر إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هو إحنا لسه بنتكلم على مسألة التكاتف ومسألة الرحمة والإنسان إزاي لابد أن يرحم أخوه، أخوه الإنسان ده مهما كان يبدأ يرحمه، فبيرحمه اللي هو يشوف هو محتاج إيه، هو فقير فنبدأ نساعد في إزالة هذا الفقر. طب إزالة بعض الفقر يا مولانا ولا الفقر كله؟ لا، إحنا محتاجين إحنا نزيل الفقر كله. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول لو كان الفقر رجلا لقتلته. وأنا أستاذ دعاء يعني سبحان الله عندي أمل إن إحنا مع كثرة الجمعيات والمؤسسات الخيرية وكثرة المساجد بفضل الله عز وجل في مصر، إحنا نقدر إن إحنا نخلي فقراءنا بفضل الله مش هقول أغنياء لكن على الأقل متوسط الحال. والله لو صدقنا النية وأخلصنا مع الله تبارك وتعالى وعملنا اتفاقية كلنا مع بعض كده، تعالى ده يشتغل في الدايرة دي وده يشتغل في الدايرة دي وده يشتغل في الدايرة دي وده يشتغل في الدايرة دي، ونشوف في النهاية احنا عملنا ايه والانسان الفقير ده وصلناه الى المستوى ايه، مش اللي هو كل شهر 100 جنيه و200 و500 جنيه سيظل فقيرا ويزداد الفقر واولاده هيطلعوا زيه بالظبط فقراء. فاحنا محتاجين اللي احنا اذا اعطيتم فاغنوا، يعني مهم جدا المبدأ ده. واحنا عندنا في النهاية اللي احنا ندور له على مشروع نشوف له حرفة، الفقهاء بعض الفقهاء كان يقولوا ويجوز لك أن تشتري للفقير عقار. عقار بيعمل إيه؟ يدر دخل عليه، اللي هو يقول لك تعالى أنا بعمل لك ده عشان يدر دخل عليك، تفتح له ورشة تفتح له حاجة، ده مقصد. فأنا لما بعمل الكلام ده ده بقى الصدقة، اللي بيبحث عن الصدقة الجارية هيلاقي الكلام ده. طب عندي حالة مستعجلة، حالة مريض، حالة سقف محتاجين، اللي احنا ده الناس طلباتها بسيطة جدا والله، اللي هو في النهاية عاوز وصلة مية، ده أنا محتاج والله سقف، أنا والله محتاج سرير، ده الأرض كالتني يعني، فأنا محتاج حتى مرتبة يعني. أو في ناس مش لاقية كل ده، أو وصلة مية بدل ما تمشي الست بالكام كيلو، أو بير يخدم منطقة، أو نشوف مسجد من مساجد الله تبارك تعالى نحاول أن نرفع فيها اسم الله تبارك. كل ده يؤدي إلى أن ربنا سبحانه وتعالى يرزقني حسن الخاتمة. واحنا انا في النهايه اصلا انا ببحث، اصلا انا رايح للاتجاه ده، انا في النهايه عمري بينقضي كل يوم عمال يروح، فانا رايح في هنا اللي هو طب ممكن ساعه يا رب دي اصل فاصدق واكم ولن يؤخر الله نفسا، بدل ما اوصل للحاله دي لكن اوصل لحاله اللي هو ايه ان اتذكر كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله، وهذه حسن الخاتمه بسبب اعمال الصالحه. تمام. طيب نشوف كمان تقرير خير مع مؤسسه فذكر. ما زالت مؤسسة فذكر مع أهالينا وإخواتنا في قرية بني حلة
بني حلة، معلش بني حلة بمحافظة بني سويف، ومعانا حالة جديدة من الحالات هنتعرف عليها حالا دلوقتي. اسمك؟ إيمان عشر. إيه؟ إيمان عشري. إيمان عشري. عندك كم سنة؟ عندي 42 سنة. ربنا يديك الصحة يا رب. متجوزة؟ جوزي متوفى الله يرحمه. بقاله كم سنة؟ بقاله جاي 9 سنين ولا 10 سنين. الله يرحمه. عندك منه عيال؟ عندي أربعة. أربعة. سنهم بنات ولا صبيان؟ جوز وجوز. جوز وجوز يعني ولدين وبنتين. تمام. عندهم كم سنة؟ البنت الكبيرة عندها 18 والصغير عندها 16 والواد عنده يعني قول حوالي 14 سنة. طيب هم تعلموا ولا ما تعلموش؟ طلعوا من المدرسة عشان بيشتغلوا. طلعوا من المدرسة عشان طبعا بيشتغلوا، طبعا لأنهم هم فقدوا الأب العائل والسند بتاعهم من 9 سنين. من 9 سنين. تمام. حضرتك أو بتشتغلوا إيه؟ بيشتغلوا يعني اللي يعزب بصل، اللي ينقي طماطم، اللي يجمع فلفل، على الله يعني. يعني في المزارع القريبة منكم، مزارع الفاكهة والخضار والحاجات دي. ربنا يا رب يعيننا ويعينكم ويقوينا ويقويكم إن شاء الله. الله يكرم. جوزتي حد ولا لسه؟ جوزت البنت الكبيرة. جوزتيها؟ الحاجات يبقى صاحب الحاجات اللي انا واخداها منه قال ان ما جبتش الفلوس انا هرفع عليك الوصلات. يعني انت كده برضو غارمه وعليك دين برضو بسبب جواز البنت. 35000 40000 حاجه زي كده. 35 او 40000 جنيه دين عليكي بسبب زواج البنت. تمام. سددتيهم ولا لسه؟ طب بس 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 تعيطي ليه؟ بس بس صلى على النبي. ولا ابدا، الموضوع بسيط خالص. ان شاء الله باذن الله تعالى هتجوزي الثانيه باذن الله تعالى، وهتجوزيها من وسع، وهتسد دينك، ولا تعيطي ولا تزعلي. عيط ان انا عندي عمليه في عيني، والدكتور محولني على مصر رحاله النهارده الساعه 4. هبيت عند اخويا في اكتوبر، واصبح اروح له في الجيزه، مستشفى الجيزه اللي ورق معايا عيال سبحه رايحه. يعني كمان انت عندك الله يتعكبت برضه معايا عندك. لا لا لا، مش مشكلة. احنا كده اطلعنا على الاوراق، والاخوة الكرام القائمين على المؤسسة اطلعوا على الاوراق. تمام. عندك ايه حضرتك؟ عندك في عينك، عندها عملية في عينها. تمام. طيب يا انت بتعيطي وهتوجع عينيك. خلاص يا ستي ولا تعيطي، حاضر اهدي بس، صلى على النبي، قول اللهم صل عليه. ده ايه اللي عندك في عينك؟ عندي صحابة دخلت على الكرانية بتاع العين، قال لي اتغير عدسة خالص. عايزه تغيير عدسه في عينك اليمين ولا الشمال؟ الشمال. طب ده بسبب ايه؟ الزعل والتفكير والعصبيه والهم اللي محطوط على راس الواحد، لا زرع ولا قلعه ولا بيت ولا حاجه. عطل. تكلفه العمليه في حدود؟ والله هم قالوا لي هتبقى غالي عليك، بس انا قلت يمكن اعرف اعملها على حساب النفقه. قالوا لا، ملهاش بره العمليات دي. على حساب نفقه، على نفقه الدوله يعني؟ ملهاش عمليات الا لازما خصوصي، وكنا يعني يكون دكتور يعني استشاري يعرف يعملها، مش اي حد يعملها. وعندك ايه تاني بتقولي على الكبد؟ تليف كبد. لا حول ولا قوه الا بالله. انا هبرت في اي حاجه برجع دم. ايه؟ برجع دم. انا هبرت في اي حاجه، وباخد حقنه كل شهر عشان بطني ما تعبيش امي. المهابره دي يعني من الشغل ولا من انا ما بقدرش اشتغل، ولاد اللي بيشتغلوا علي. ربنا يا رب يعيننا ويعينك ويشفيك ويعافيك ويجعله في ميزان حسناتك إن شاء الله بإذن الله تعالى. ست إيمان يعني عليها دين 35 أو 40 ألف جنيه بسبب زواج البنت الأولانية، عندها عملية في عينها برضو تقريبا نفس التكلفة. عندها عملية في عينها برضو تكلفة قريبة من كده، برضو في حدود 30 أو 40 ألف جنيه. ربنا يشفيها يا رب. عندها تليف في الكبد، ربنا يا رب يشفيها ويعافيها ويجعله في ميزان حسناتها. مش كتير أبدا على أهل الخير، لأن الثواب الجنة، الثواب الجنة. مش كتير أبدا على أهل الخير إن هم يقفوا جنب أختنا إيمان ويساعدوها ويقدموا لها يد العون، ويدخلوا السرور والفرحة على قلبها
هي وولادها بعد ما فقدت زوجها وعائل الأسرة، ويعني عندها أكثر من ابتلاء. ربنا يا رب يعينها ويقويها إن شاء الله، ويجعلها من الصابرات المحتسبات إن شاء الله رب العالمين. مؤسسة فذكر بتذكر حضرتك وتناشد حضرتك أهل الخير ورجال الأعمال والناس اللي بيحبوا فعل الخير وبيحبوا الصدقة وبيحبوا التقرب من الله عز وجل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فعايزين نرسم البسمة على وجه الست إيمان، ونبدل دموعها وعياطها دوت لفرحة وسرور إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. إحنا صورنا الحلقة موافقة زيعي ولا لأ؟ سبع على الله. سبع على الله. طيب على الله، ربنا كريم إن شاء الله. أرقام مؤسسة فذكر ظاهرة قدام حضراتكم على الشاشة، وبنشدكم إن إحنا نسارع ونبادر في إن إحنا نرسم البسمة على وجه الست إيمان. ربنا يا رب يغفر لنا ولكم إن شاء الله رب العالمين. شارك معنا واتصل بينا على الأرقام التالية: 012-77-67-98-88 أو 010-555-99-8، وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. شفنا طبعا التقرير، وعايزين تعليق شيخ احمد سريع قبل الفاصل. يعني الانسان في ظل اللي بيشوفه من شيء من حراره مثلا او الجو يبقى في شده حراره، يبدا يتذكر طب هنعمل يوم القيامه. فنلاقي ان بعض الناس يقول ربنا يهونها علينا يوم القيامه. طب انت تطلب ما تريده لك، طب هل اديت ما عليك؟ ما انت يعني المثل المصري بيقول قدم السبت عشان تلاقي الحد. فانا بقول له يا رب انا عاوز الحد والاثنين والثلاثه، طب انت انا طالب منك سبت، فماذا فعلت انت؟ فاحيانا العبد للاسف الشديد الانسان يريد حقه دائما، لكن ايه الواجب اللي عليا؟ ما بيعملوش. طيب انا يا رب هونها يوم القيامه، طب اللي عشان ربنا يهونها دي هتعمل ايه؟ حاول اللي انت تهونها على انسان فقير في هذه الحياه عشان ربنا يهونها عليك يوم القيامه. طيب هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زالت مؤسسة فذكر مع حضراتكم، وفي هذه التغطية وهذه الجولة مع أهالينا وإخواتنا في قرية بني حلة بمحافظة بني سويف. وحقيقة يعني حالات كتير قوي، ربنا سبحانه وتعالى يعيننا ويقدرنا إن شاء الله بإذن الله تعالى، ويعين حضراتكم إن شاء الله على تبني هذه الحالات. ومعانا حالة هنتعرف عليها دلوقتي حالا. اسمك؟ أحمد صار عبد العادي. عندك كم سنة؟ 30. عندك 30 سنة؟ طيب يا عم أنت لسه شباب أهو. الحمد لله رب العالمين. عندك إيه يا أحمد؟ والله أنا راجل مريض سكر وعندي 14 سنة. يعني أنت مريض سكر من وأنت عندك 14 سنة. تمام. ودلوقتي بغسل كلى وانا راجل ضرير وعندي ضغط. يعني عندك واحده واحده كده، يعني انت عندك سكر من وانت عندك 14 سنه. الحمد تمام. لله. تمام. وبعد كده السكر عمل لك مضاعفات في الكلى. في الكلى. وعمل لك مضاعفات كمان في عينيك. الحمد لله انا ضرير. يعني انت ضرير، اتولدت ضرير ولا بسبب لا السكر؟ لا بسبب السكر والكلى ومضاعفات الكلى. وعندك ضغط؟ وضغط. وضغط كمان. بتغسل كده كم مرة في الأسبوع؟ ثلاث مرات في الأسبوع. ثلاث مرات في الأسبوع. بقالك كم سنة؟ بقالي ثلاث سنين. بقالك ثلاث سنين بتغسل كده. بتغسل فين؟ في سموس سينا. مسافة قد إيه؟ 10 كيلو.
10 كيلو. بتروحها ازاي؟ بتيجي عربيه الاسعاف تاخدني. تيجي عربيه الاسعاف تاخدك. مجانا؟ لا، على حسابي. على حسابك. يعني في حدود؟ والله على حسب بقى المشوار، مش كل عربيات يعني. على تغير من شهر لشهر، من سنه للسنه. يعني انت بتحتاج 3 مرات في الاسبوع. كل مره تكلفتها كام العربيه بس؟ 150 رايح 150 جاي، يعني 300 جنيه في المره. يعني في الاسبوع 900 جنيه. صح كده، في الاسبوع الواحد 900 جنيه مصاريف نقلك بس بالاسعاف للمستشفى ورجوعك عشان تغسل. الجلسه بتاخد وقت قد ايه؟ 4 ساعات. 4 ساعات. ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. الله يكرمك ويبارك لك يا رب. الحمد لله. بتشتغل ايه؟ لا، انا على الله. طبعا عشان الغسيل وعشان عينيك وعشان انا راجل ضرير، فبالتالي ما فيش. انا كنت شغال اول على تروسيكل، بس من ساعه ما غسلت كده خلاص انا بقيت مقعد في البيت خلاص. بتصرف منين؟ والله اهل الخير بيساعدوا، يعني اهل الخير اللي بيساعد بحاجه. ربنا يتقبل ان شاء الله. الله يكرمك. طبعا معانا زوجته. اسمك ايه؟ الهام عبد التواب. الهام عبد التواب جمال. متجوزين بقالك كام سنه؟ 10. بقالك 10 سنين. خلفت ولا لسه؟ لا لسه. ربنا يا رب يرزقكم ان شاء الله باذن الله تعالى. طبعا ممكن يكون موضوع السكر وال هو اكيد له دخل. مأثر صح؟ اكيد. كشفته او عملته تحاليل او كده؟ عملنا حقن مجهر من 5-6 سنين وما ربنا ما قردش. لكن ماشيين على علاج طيب؟ لا، مش ماشيين على علاج بصراحة، لأن من ساعة ما تعبت أنا موضوع الكلى، وقبل الكلى قبل ما أغسل كان فيه، كنت ماشي مع دكاترة حوالي 2 سنين وما ولسه ما فيش أي حاجة الحمد لله. يعني مش ماشيين على علاج مع الدكاترة بتاعت الحقن المجهري؟ لا، لأن إحنا تكلفة العلاج فمش هنقدر نسد على ده وده. فقلنا خلينا في حاجة واحدة. طلباتك؟ والله إحنا بنطلب منكم من أهل الخير إن مشروع ناكل يساعدنا في الدخل، كشك أو مكنة خياطة للمدام او اي حاجه تساعدنا في الدخل. بتعرفي تخيطي؟ متعلمها فين؟ عندنا واحده هنا بتعلم. يعني ده تبع جمعيه مثلا او كده؟ لا، اهالي. واحده ست يعني؟ واحده ست. بتعلمكم كده مجانا ولا بالفلوس؟ لا، بالفلوس بقى. يعني زي دوره بتدفعوا كمان. لكن بتعرفي تخيطي؟ ايوه. يعني لو قدرنا نوفر لك مكنه ولا حاجه تمام، تقدري تفتحي البيت بيها ان شاء الله. او كشك. هتقف انت في الكشك ولا تقف هي؟ لا، هي اللي تقف. انا ما اقدرش اقف فيه. انت عشان طبعا عينيك والغسيل وكده. جسمك هزلان. ليك اكل معين؟ يعني الطبيعي، بس حاجات محدوده. ربنا يشفيك ويعافيك ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله. طيب وانت طلباتك ايه؟ هو انا طلبات ان احنا يبقى لنا دخل شهري، يعني لو قدرنا ان شاء الله باذن الله تعالى اهل الخير قدروا يوفروا لحضرتك كشك اللي هو يعني في الحلويات والبسكويتات والحاجات اللي زي كده، ده بالنسبه لكم سهل مش صعب يعني. تمام. تمام. او مكنة خياطه يعني، يا اما كشك اللي هو بيتباع فيه البسكويتات والحلويات والحاجات ديت، او مكنة خياطه عشان خاطر تقدر من خلالها اي حاجه تدخل دخل ثابت شهري، او اي حاجه تدخل دخل ثابت شهري تعينهم على نفقات، تعينهم على المعيشة وعلى نفقات الحياة. خاصة زي ما احنا سمعنا انه 900 جنيه تكلفة المواصلات الاسبوعية، يعني 900 يعني 1800 في الاسبوعين، يعني تقريبا حوالي 5000 جنيه في الشهر مواصلات بس. تمام، مواصلات بس، ده غير الاكل والشرب طبعا والعلاجات وكذا وكذا وكذا. ربنا يا رب يكرمكم ويبارك لكم. احمد، احنا صورنا الحلقه، موافق ان احنا نزيع؟ اتك على الله. موافق نزيع الحلقه؟ موافق. طيب، مؤسسه فذكر
بتذكر حضراتكم من خلال الأرقام الظاهرة على الشاشة قدام حضراتكم. نبادر إن شاء الله بإذن الله تعالى كل اللي تابعنا دلوقتي يقدر من خلال زكاة ماله، يقدر من خلال صدقاته، يقدر من خلال تبرعاته، يقدر إن شاء الله بإذن الله تعالى نرسم البسمة والفرحة على وجوه الناس دي إن شاء الله. ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شارك معنا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-98-88 أو 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. تعليق أخير يا شيخ أحمد. المعنى اللي أنا كنت بقوله قبل الفاصل اللي هو ان الانسان لو انت عاوز تقول يا رب هونها علينا في الاخره فلا بد ان تهونها على عباد الله عز وجل. انا جبت الكلام ده منين؟ جبت الكلام ده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. والحديث كلنا عارفينه: ومنها ورجل تصدق بصدقه فاخفاها. كل ده ليه؟ حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. يعني الرجل ده يعني كان شديد الحرص في إخفاء هذا العمل، ويعني شديد الحرص في أن يكون العمل ده في إخلاص لله رب العالمين. فاللي زي ده ربنا بقى يظله يوم الإيه؟ يوم القيامة، يوم أن تدنو الشمس من الرؤوس. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جنته، وأن يكرمنا ربنا سبحانه وتعالى، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. آمين آمين يا رب. بشكرك يا شيخ أحمد وبشكر كل مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.